ومن اللي يسلمه مكان يطلع الطالب العلمي بارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المباركون، إذا رجعنا إلى تاريخ الجاهليين من عرب وعجم فإننا لا نجد فيه إلا ترجمة قائد أو ملك أو شاعر أو فيلسوف، فأين تراجم الذين أعانوا الملك في بناء ملكه؟ وأين الجنود الذين خاضوا المعارك ودافعوا عن حياض القبيلة أو السلطان؟ وأين تراجم الذين حفظوا قصائد الشعر وتغنوا بها؟ وأين تلامذة الفيلسوف الذين تأثروا بفكره وطريقته؟ لا نجد ذكرا لهؤلاء من الأتباع ولا الأصحاب. وأما إذا دخلنا إلى ديار الإسلام لنسأل عمن أسسوا البناء ورفعوا القواعد، فإننا نجد آلافا من التراجم للرجال والنساء، قد ذكر لكل واحد منهم جهده في إقامة الدولة الإسلامية، وحفظ لكل من أسهم حظه من الذكر. إنه لم يوصف في تاريخ البشرية أصحاب نبي أو زعيم كما أحصي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الكرام الذي كتب الله لهم شرف الصحبة وخلود الذكر الحسن بما عملوا في سبيل الدعوة وبما فقهوا، منهم من قضى نحبه في العهد النبوي، ومنهم من بقي ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأبو عبيدة عامر بن الجراح من هؤلاء الرجال الذين أجبروا التاريخ على تدوين وجودهم وإذاعة مناقبهم، وكانت ولادة هذا الوجود في الإسلام وبالإسلام. لقد عاش أبو عبيدة ما يقرب من نصف عمره في الجاهلية، فلم نجد في مدونات التاريخ ما يدل على حياته ووجوده، فلما أسلم بزغ نجمه وداع اسمه وعلى صيته، ووجدنا التاريخ يسعى وراءه ويتتبع خطواته. ولم تذكر المصادر التاريخية شيئا عن نشاط أبي عبيدة في الجاهلية، فبدأ تأريخ حياته يوم إسلامه، لأن الشخصية الإنسانية لا تسمو وتحيا إلا بالإسلام، كما قال ربنا سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. إن الحياة مع العظماء باعثة للهمم، داعية للعجب، جالبة للسرور، معلنة بالعظمة، موقدة من الغفلة. إن هذا الدين المتين والنور المبين والنصر المكين لم يتألق في دنيا الناس ويشرق في أرجاء الأرض إلا حينما حمله أولئك العظماء
ونصره السادة النبلاء. لقد رسموا لنا الطريق الأسمى والنهجر الأرقى والمثل الأوفر لنيل الكرامة وتحقيق العزة واكتساب السيادة والفوز بالريادة. لقد سطر الصحابة الكرام بدمائهم ملاحم لا تدحوها الأيام ولا تبليها الأعوام ولا تنساها الأقوام، ورسموا بحسن أخلاقهم وجميل صفاتهم لوحات هائمة بالحسن، نابضة بالروعة، ناطقة بالكمال، ومحدثة عن الجمال، وصادحة بالجلال. إن دين الله لم يبلغ هذا المبلغ إلا بأناس قدموا رقابهم وأرخصوا أنفسهم وتناسوا حظوظهم وتسابقوا إلى رضوان ربهم واهتدوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن في قصصهم عبرة، وفي تاريخهم عظة، وفي أخبارهم حياة. إن لمن أمة تزكو شمائلها وتزدهي في بديع الفضل والقيم، اختارها الله للإسلام رعية تسمو بآدابها المثلى على الأمم، وكان منها أجل الناس قاطبة محمد خير خلق الناس كلهم. سار الصحابة بالنهج الكريم فما تزينت هامة الدنيا بمثلهم، تعجب الدهر والتاريخ في دهش لروعة البذل والإخلاص والهمم. جاءوا بأفضل من مال وأبنية، سقوا ثمارا ليحيا دينهم بدم. جادوا بأرواحهم لله في همم، وأعين عن دروب المجد لم تنم. وهذا منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، العظمة في أعذب أحوالها، والتضحية في أصدق أشكالها، والأمانة في أروع أثوابها، والأخلاق في أحسن آدابها، والشريعة في أزكى أربابها. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أوهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة، إلى أن قال رحمه الله: هو أحد السابقين الأولين، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة، وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر، يجتمع في النسب هو والنبي صلى الله عليه وسلم في فهر، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وسماه أمين الأمة، ومناقبه شهيرة جمة. روى أحاديث معدودة، وغزى غزوات مشهودة، حدث عنه العرباض بن سارية، وجابر بن عبد الله، وأبو أمام الباهلي، وسمرة بن جندب، وأسلم مولى عمر، وعبد الرحمن بن عون، وآخرون. له في صحيح مسلم حديث واحد، وله في جامع أبي عيسى الترمذي حديث، وفي مسند بقي بن مخلد له 15 حديثاً. كان رضي الله تعالى عنه وضيع الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، معروق الوجه، وخفيف اللحية، وطويل القامة، وأثرم الثنيتين، يخضب بالحناء والكتم، ترتاح العين لمرآه، وتأنس النفس للقياه، ويطمئن إليه الفؤاد. وكان إلى ذلك رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزم الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عاديا. يقول عمرو بن العاص: ثلاثة من قريش أحسن قريش أخلاقا، وأصبحها وجوها، وأشدها حياء، إن حدثوا لم يكذبوا، وإن حدثتهم بحق أو باطل لم يكذبوك. أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة. ويقول عنه معاذ بن جبل: ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمزا، ولا أبر صدرا، ولا أبعد غائلة، ولا أشد حبا للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه. أبو عبيدة أحد السابقين الأولين والمؤمنين المبادرين، وهو أحد العشرة المبشرين، له تاج كبير ووسام شهير، يبقى فخرا له على مر الزمان، وعلامة له على مدى التاريخ. إنها صفة رائعة وسمة ماتعة، قلده إياها المربي الأعظم والمعلم الأكرم صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. متفق عليه. ولذلك أشار به أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يختاروه خليفة، وبادر عمر رضي الله عنه وقال: أعطني يدك يا أبا عبيدة كي أبايعك. ونقل ابن هشام وغيره أن أبا عبيدة أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. وهذا يعني عباد الله أن أبا عبيدة رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة حوالي 10 أعوام،
ثم هاجر إلى المدينة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، لم يكن يشغله عن حضور مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا خروجه في سرية يغيب فيها عن المدينة أسبوعاً أو شهراً، وهذا يدل على أنه استوعب السنة القولية والعملية، وعد ممن جمعوا القرآن وحفظوه. أبا عبيدة والآداب ماثلة تهدي أفانيها المتلى لمن نظر، مناقب تلهب الإحساس رافعة أمام عيني تسبي الذب والفكر. ماذا سنرضي من المجد العظيم لمن بكل وصف جميل كان مشتهرا؟ حضر رضي الله عنه المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا بمعركة بدر في 17 من رمضان في هذا الشهر الكريم، كان له فيها موقف عجب وحدث جلل، دارت رحى الحرب والتحم الفريقان وتنازل الجيشان، فإذا بوالد أبي عبيدة يصوب رماحه ويسدد رميه إلى ولده يريد قتله، والولد يتهرب من أبيه الكافر، ولكن الأب كان يسر على متابعة ابنه بالذات ليقدمه قربانا للآلهة والأصنام وهدية للأوثان وضحية للكفار. ثم ها هو هذا الأب الكافر يضرب بسيفه هام المؤمنين الموحدين، ويقاتل سيد الأولين والآخرين، ويناضل في حربه على الدين، فلم يكن من الابن إلا أن زأر كالأسد وانطلق كالرمح إلى والده فأرداه قتيلا. يا له من موقف جليل وحدث مهيب. نعم عباد الله، إنها العقيدة والإيمان، إنه الدين. يوم أن وصلت المسألة إلى المفاضلة أو التضحية بالوالد أو بالدين، فليذهب الوالد والأخ، فدين الله أولى بالنصر وأجدر بالأمن. وهنا تأتي الكلمات القرآنية والأحرف الربانية لتشيد بهذا الموقف الجلل من هذا الرجل العظيم، وينزل قول الحق سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وتمضي معركة بدر بهذا الموقف الذي تعجب منه الدهر وبهر به الزمان وهام به التاريخ، فتأتي معركة أحد ليسجل فيها أبو عبيدة ميزة ثانية وسبقا آخر لم يفز به سواه ولم ينله إلا إياه. دارت الدائرة على المسلمين وقويت شوكة المشركين، فقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا وأحدثوا الهزيمة في صفوفهم، ولم يكن ذلك كله مرضيا لهم، بل كانوا يبحثون في لهف ويتسابقون في هوج لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك اللحظات العصيبة والمواقف المهيبة التي انكشف فيها المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت رماح الأعداء وسهامهم أن تنال منه وأصابوه بالحجارة، ووقع لشقه وأصيبت رباعيته وشج في رأسه وجرحت شفته، أقبل أبو عبيدة يطير طيرانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انكب عليه وجعل ظهره دون نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر أبو عبيدة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبكت عينه وخفق قلبه ورجفت جوارحه حينما رأى الدم يسيل على وجهه، وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ وشج وجهك، ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم، وزعم تلك الرزايا والخطوب، ورغم تلك الخطايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم منتقد في وجه مبتسم. وبقي في وجهه عليه الصلاة والسلام حلقتان من المغفر من ضربة أصابته، فأراد أبو بكر وغيره من الصحابة إخراجها، فسألهم أبو عبيدة بالله أن يخلوا بينه وبينها، فخاف أبو عبيدة أن يحركها ويهزها بيده ليستخرجها فتؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك إحدى الحلقتين بثنيته فانتزعها بقوة فوقع على ظهره وقد سقطت ثنيته معه، فأراد أبو بكر أن ينزع الثانية فأقسم عليه أبو عبيدة فأمسكها بثنيته فاقتلعها وسقطت ثنيته الأخرى فأصبح أثرم أو أهتم، فزاده الله بذلك الهتم جمالا
حتى قيل لم يرى في الناس أحسن هتما من أبي عبيدة. وهكذا عباد الله مضى هذا البطل الهمام في بذله وجهاده وصبره وتضحيته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من نجران، فقالوا يا رسول الله ابعث معنا أمينك ندفع إليه صدقاتنا ويقضي بيننا في أموالنا. فقال عليه الصلاة والسلام ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. يقول عمر فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فرحت مهجرا حتى صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الصفوف وأنا أرجو أن يدعوني لهم. فلما سلم جعل يرمي بطرفه يمينا وشمالا، وجعلت أتطاول ليراني فتجاوزني، فوددت أن الأرض انشقت فدخلت فيها حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فقال تعالى يا أبا عبيدة، فبعثه معهم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه، قالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة بن الجراح. ويقول ابن مسعود أخلائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم وأبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وصلى الله على أصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين والأصحاب من بعدهم ومن تبع سيرتهم. أما بعد عباد الله، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنقطع مسيرة أبي عبيدة بن الجراح الجهادية، وكتب الله له أن يحظى بشرف قيادة جيوش الإسلام التي فتحت بيت المقدس وفتحت الشام كلها، بل فتحت قرابة 28 بلدا تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح وكان أبو عبيدة في عهد أبي بكر أميرا على حمص، أما في خلافة عمر فقد ولاه على جيوش المسلمين بالشام جميعا. وقد ذكرنا بأن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أحب الناس إلى عمر وإلى أبي بكر وإلى الصحابة. وفي تلك الرحلة لعمر إلى الشام حدث موقف آخر لا يقل في عظمته وروعته عن الأول، إذ قال عمر يا أبا عبيدة اذهب بنا إلى منزلك، قال وما تصنع عندي؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. أراد عمر أن يطلع على وضع أميره المحبوب، يريد أن يعرف منزله ومستوى معيشته، فعرف أبو عبيدة أن المنظر لن يسر عمر وأنه سينثر دموعه إذا رآه، ولكن عمر أصر على موقفه. ولما جاء إلى بيت أبي عبيدة فإذا بمنزل قديم وبنيان مهدم، فدخل فلم يجد فيه شيئا إلا سيف أبي عبيدة، فقال في عجب واستغراب أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا أو صفحة وشنا وأنت أمير، أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جولة فأخذ منها كسيرات من خبز يابس، فانهار أمير المؤمنين بالبكاء لهذا المشهد. يبكي عمر وأبو عبيدة يهدئ من روعه ويقول له قد قلت لك إنك ستعصر عينيك علي، ولكن يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل. قال عمر غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة، إنه العجب من عمر بن الخطاب، ماذا تغير فيك يا عمر وقد نحل جسمك واسود جلدك من أكل الخبز اليابس والزيت؟ وماذا تغير في عمر وقد اتخذت الدموع خطين أسودين على وجهه؟ ويا لها من عظمة وجلال. كان أبو عبيدة ممن جمع القرآن الكريم كله، وكان ممن روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعطر الدنيا وأسعد الألباب وأمتع الأسماع بكلمات له سائرة وعبارات عاطرة ووصايا وأحاديث آسرة. كان يسير في العسكر ويتنقل بين الجند وهو يهتف قائلا أيها الناس ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة
لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن. وكان أبو عبيدة لا يسمح لذرة من ذرات الكبر أو دافع من دوافع الخيلاء أن تسري إلى نفسه أو تتسرب إلى وجدانه، فحين رأى الناس يعجبون بإمارته ويتحدثون عن عظمته وبطولته ويهتفون بشجاعته، قام فيهم خطيبا فقال: يا أيها الناس، إني مسلم من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه. هكذا يقتدي أبو عبيدة بحبيبه وقدوته صلى الله عليه وسلم حين دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا منتصرا. جاءه رجل يكلمه وهو يرتعد إجلالا وإكبارا ومهابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. وأخرجه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني. وهكذا ظل هذا المجاهد العظيم يفتح البلدان وينشر الإيمان وينير الأوطان، حتى ظهر بالشام في بلدة عمواس مرض مهلك وطاعون فاتك، فبدأ يحصد الناس حصدا، وإذا بجثة المسلمين تتهاوى بالآلاف المؤلفة من هذا الطاعون المذهل الذي ذهب ضحيته أعداد هائلة من كبار الصحابة رضي الله عنهم. وحينما رأى عمر هذا الخطر الداهم والموت الزمام، أراد أن يصنع حيلة لأبي عبيدة ليخرجه من الشام كي ينجو من الطاعون. فكتب إليه عمر: إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها، فعجل إلي. فلما قرأ الكتاب عرف أبو عبيدة قصد عمر، فقال: عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق. فكتب إلى عمر: إني قد عرفت حاجتك، فحللني من عزيمتك، فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فذعر الصحابة وقالوا: هل مات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد، أي قريبا. وحينما رأى أبو عبيدة أصحابه يتهاوون واحدا واحدا ويفتك بهم الطاعون وهو لا يزال سليما معافا، اتجه إلى ربه ورفع كفيه قائلا، قال: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. فخرجت في كفه بترة صغيرة ففزع منها أصحابه وعرفوا أنه بداية الطاعون في جسد أبي عبيدة. فلما رأى خوفهم وقلقهم نظر إليهم مبتسما ثم قال: والله ما أحب أن لي مكانها حمرا. نعم، بدأ المرض يشتد والكرب يعظم وسكرات الموت تداعب روح أبي عبيدة ويدق الموت أبوابه، فيأتي إليه الزوار فيستقبلهم بصدر رحب وإيمان وثيق ويقين عميق، ثم يعطر أسماعه بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى زواره والمرض يفتك به والطاعون يتهم أحشاءه، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ما زاد فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخلقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة، أي له حطة وتكفير من السيئات. ثم دخل عليه وفد من أصحابه يزورونه وهو في الرمق الأخير، فلم يجعلهم يخرجوا حتى ضوع مجلسهم بأريج من درر كلامه العذب، فقال لهم: إني موصيكم بوصية، إن قبلتموها لن تزالوا بخير، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون. إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، وأكيسهم أطوعهم لربه وأعمالهم ليوم معاده. والسلام عليكم ورحمة الله يا معاذ بن جبل، صلي بالناس. ثم شخص أبو عبيدة ببصره للسماء وهو يتمتم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه الطيبة ورحل إلى ربه. وجاء الخبر إلى عمر فبكى لوفاة أبي عبيدة وبكى الصحابة، وخيم على المدينة ليل من الحزن، فأمست القلوب لها أنين والصدور لها أزير والأفئدة لها نشيج. وكان أبو عبيدة في 36,000 من الجند، فلم يبق إلا 6,000 رجل والآخرون ماتوا بالطاعون رضي الله عنهم.
ومات أبو عبيدة سنة 18 للهجرة في طارون عمواس، وقيل أن قبره في غور الأردن. ولم يكن عمر لينسى أبا عبيدة أبداً، فها هو يدخل في يوم من الأيام على بعض أصحابه وهم يتمنون أمنيات متعددة، فقالوا لعمر: تمنى يا أمير المؤمنين. فأطرق عمر في حزن وألم وتحدرت عيناه بالدموع، ثم قال: أتمنى بيتاً ممتلئاً رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح. ولا ننسى أيها المباركون بأن أبا عبيدة مبشر بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن مما ينبغي لنا أن نتذكر في آخر هذه الخطبة أنه لا بد أن يترسخ في أفئدتنا أن قدوتنا هم هؤلاء الجبال الأفداد العظماء، وليس أولئك المشاهير المخنثين الذين ملأوا أجسامهم بالوشم. أولئك أصحاب الوبال والسذج البلهاء، أولئك الذين ضلوا الأمة وأضلوا. أما الصحابة الكرام والناس الأخيار من الأنبياء الذين هم قدوتنا، فقال الله عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدح. فهم أعظم الناس دلالة ونفعا وهداية لهذه الأمة، هم أعظمهم مكانة وإيمانا. قال ربي عنهم: فبهداهم مقتدح، وهداهم مورد ترده الهيم فترى وتهوي إليه النفوس فتجد عنده ما تهوى، وهو ماء زمزم ما يفك ذا عبق يروي الجموع إذا ما الماء قد نفت وفقد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرضى عن الصحابة الكرام، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا، وأن يجعلنا ممن يقتدي بهم. ثبتنا الله وإياكم على الطاعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا وإياكم الجنة برحمته، وأن يسكننا فسيح جنته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا وإياكم من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. أقول هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين.